تلميذة صغرونة خاطر مريضة بالسكر اللي باش تدخل فيتن خالة الطفلة. صباح النور فيتن. صباح الورد أختي، مرحبا بيك. مرحبا. دونك الروضة نتاعكم بنت أختك قداش عمرها؟ عمرها 4 سنين. البنية 4 سنين ومشيت قبل الروضة هذه ولا أول مرة؟ اللي كانت فيها عندها معناها من أول العام بدأت فيها، ومن بعد كجوست قصت خاطر مرضت. جاها أونجين غريب قوية وأونجين، دونك من بعد قعدنا نعملوا في التحاليل ما براتش، قعدنا نعملوا في البيلان وكل شيء، عرفنا اللي هي عندها ديابيت معناها. جوست قبل الحكاية نتاع الكورونا وكل شيء بكلك سمان معناها. أيوة. اللي هي عندها الديابيت. معناها في بداية العام وقت اللي دخلت للروضة هذية قيدتوها عادي وقبلوها ومندمجة مع الصغيرات وشيخة. أي عادي. جيت فترة الكورونا قبلها أنتم عرفتوا اللي هي مريضة بالسكر وقعدت في الدار، دونك توا كي جيت باش ترجع تقرا تتصمم قيدة أنتم باش ترجعوها وكهو. ترجعوها. أوكي. دونك علاش رفضوا؟ هي اختي معناها رجعت تخدم على روحها، ما عادش نجموا الطفله تقعد في الدار. دونك وهي تحب ترجع للروضه تبكي على اصحابها وعلى قالت ما عادش تحب نقعد في الدار، نحب نرجع للروضه. اي بالطبع عارفه اللي فما اصحابها صغار في وسط الروضه. فهمت؟ كلمنا مشيت اختي رجعت للروضه كلمتهم قالت لهم راهو باش ترجع للروضه وكل شيء. ما من الاول ما نفذش، ما قالت لهم نشوف ونرجع لك. نكلمك مع شوف لي كيف اللي باش يرجع لي وكيفاش لي بروسيدور باش يصيروا بعد الكورونا وكل شيء ونرجع لك. قعدنا نستناو ومع اختي باش ترجع تخدم في وقت ديجا. كلمتها قلت لها راك ما رجعتليش. قالت لها لي صححني انا بنتك ما عادش نجم نقبلها، بنتك مريضه حطها في بلاصه اللي يقبلوا صغار المرضى. هكا معناها بالكلام هكا بالضبط. اي هكا بالضبط. الساعه هي ما عندهاش حق باش تقولها كي، لكن المعنى نتاع الكلام كونه الروضه غير قادره انها تتلهي ببنيه عندها السكر، والا هي في مخها مادام عندها السكر ما لازمش تقعد مع الصغار. هي ما نعرفوش شنو بالضبط علاش قالت حكيت بالفاسو هذيا. قالت لها هكيك، قالت لها معناها انا لما امشي شوف في وزاره المراه شكون الروضات اللي يقبلوا صغيرات المرضى. علاش احنا في تونس عاملين روضات لصغار المرضى وحدهم؟ عاملين سيليكسيون لصغيرات المرضى نحطوهم وحدهم، والا اللي عنده ديابيت مش لازم يقرا يقعد في الدار. لا هذا مش صحيح بالكل. معناها اللي عنده ديابيت حاجة عادية جدا، ماهوش مرض معدي، ماهوش مرض يخافوا منه باش يحطوهم في وسط الصغيرات، بالعكس لازم يكون مندمج مع الصغار ويعيش حياة طبيعية. الفرق انه هو في ماكلته باش يردوا باله على الماكلة نتاعو، وإذا كان عنده دواء باش ياخذوا أكاهو. ياخذوا الفرق الأنسولين نتاعها في وقته وماكلتها يزم في وقتها وكهو. هذيك هو الديفيرونس اللي ما بيناتها ما بينات أي صغير عادي، ناش تركية كل شيء نورمال معناها معناها احنا الصغيرات اللي عندهم دي ديفيكولتي ونبداو نحاربوا باش ندمجوهم مع الصغيرات الاخرين. هما احنا صغير معناها جوست عنده ديابيت ونقولوا له لا ما نقبلوكش. انا لو كان هي قالت راني انا ما نجمش نتلهي بها على خاطر عندي برشا صغار وراني نقبل بدات نقبلها السيتواسيون، اما الفاسون بارلي كانت ياسر شوكونت وياسر خايبه. الحقيقه اختي قعدت نهارين شوكي تبكي وحالتها حليله وكل شيء. لا 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 تبكي ونهارين قاعده والكل هذا الكل اللي باش تبكي وتقعد لازمها تاخذ اجراءاتها كامله. هذيك شنو عملنا نحن؟ شنو عملتوا الخطوه اللي انتم كي سمعتوا من المروضه ولا مديره الروضه الحكايه هذه، شنو كان تصرفكم؟ شنو عملتوا؟ انا الحقيقه هبطت لها على الفيسبوك، هبطت في الجروب اللي هي اللي صار بالضبط، لا ظلمت ولا زدت عليها حتى شيء. شنو قالت لي بالضبط؟ عندي منشور في الكورونا ما نقبلش صغيرات اللي عندهم دي مالادي كرونيك. اي قلت لها ومن بعد لحظة. عندها منشور منين؟ من وزارة ال عندها منشور من الطفولة وزارة المرأة وزارة المرأة به المنشور هذا، لأنه في الكورونا تقول أنت الأمراض المزمنة معرضين للمرض أكثر من غيرهم نورمالمون. اما هو لو صغير ديابيتيك ديابيت تيب ا نتاع صغار راهو لي سيستيم ايمونيتير يكون عادي. يعني عادي صغير عادي زي عادي وكهو. باهي ما يسالش لو كان هي عندها منشور تقول لي راني عندي منشور بعد الكورونا جيبها.
قالت لي لا توا ولا بعد الكورونا. باهي، انت الاجراء اللي عملته كونك هبطت على الفيسبوك هذيك حاجه اخرى، انت حبيت تعلم الناس والكل بالمشكله هذه وتفيق الناس بالموضوع. مشيتش انت للوزاره وخبرت عليها بالموضوع هذايا؟ لا لا حقيقه ما مشيتش انا. انا اون كور، انا قعدت حبيت نشوف شكون نمشي شكون باش نمشي نستفسر ثم منشور بالحق والا لي، خاطر هي قعدت احنا كي هبطنا قعدت تهبط فوتوكوبي عندها فيها هكايا وكيفاش معناها من اللي صغار اللي عندهم مالادي كرونيك ما نقبلوهمش. اما هي قالت لي لا توا لا بعد الكورونا، قالت لي توا هي لا توا لا بعد عاد دونك انت الوزاره مازالت ما في علمهاش بالموضوع هذايا. احنا من برنامجنا نحب نقول شخص لو كان يدخل معنا حد من الوزاره يقول لنا هل المنشور هذايا موجود الساعه والا لا، ماذا بينا كنا نسمعوا الحكايه هذايا. والحاجه الاخرى يفسروا لنا بالنسبه للصغيرات اللي كيما هكا شنو معناتها ما تقبلهمش روضه، يلزمهم روضه تقبل كان المرضى، نفهموا الحكايه اذا كان موجوده وين الروضات هذوما وكيفاش الاولياء يلقاو في كل بلاصه باش يلقاو روضه من النوع هذا والا لا، خاطر مشكله كبيره، خاطر فما برشا صغيرات مرضى مش كان بالسكر، فما امراض اخرى زيدة اللي هي يلزمها لهوه ويلزمها وقفه ويلزم الروضه تبدا في بالها بالصغير هذيك اللي هو عنده المرض. فيتن هذه الحكايه نثبتوا فيها بالقديه بالقديه ونجم نرجع وتسمعنا، اقعد اسمعنا نرجع نقول على الموضوع داكوردو. شكرا ليك يا فاتن، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك مبروك. الصغار مساكن بالحق باش يلقاو ريحهم تعبين الفتره هذه ما بعد الكورونا، فيها برشا قلق في برشا حاجات، مش كان الروضات على خاطر توا برشا الروضات ساعه باش يرجعوا يخدموا في فتره الامهات تخدم يلزمهم يرجعوا وراجعين في ظروف ماهيش مريحه حتى طرف، والصغار الاخرين اللي قاعدين توا في الدار كي ما يقراوش كيف كيف مازالوا محصورين ما خرجوش مده طويله، ما تفرهدوش ما لقاوش معناها اوقات كما يحبوا هما، معناتها تعرف الصغير يحب يلعب ويحب يجري ويحب يلقى متنفس في كل اسبوع لازم الحكايه هذيا. الاولياء توا كي رجعوا يخدموا كيف كيف ما عندهمش وسع البال بالظروف اللي احنا فيها، بالحق ظروف صعيبه ياسر، يلزم نكونوا متفاهمين باش نتجاوزوها وباش نلقاو رواحنا نعيشوا طبيعيين.